اهلا بكم. هذا يوم هام للغايه في عالم الاسنان. في معلومتين شديدي الاهميه، والحقيقه الاثنين يعني ملفتين للنظر جدا. المعلومه الاولى بتقول ايه؟ انه تسوس الاسنان له تاثير كبير جدا على اداء، تاثير خطير على اداء لاعبي كره القدم ونجوم المهره في الكره العالميه. الدراسه دي اتعملت على 187 لاعب، دراسة اتعملت على 187 لاعب. فين؟ في كل الأندية اللي في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي، منها مثلا هال سيتي، مانشستر يونايتد، ساوثهامبتون، كارديف، شيفيلد يونايتد، حتى بره إنجلترا، ويست هام، كل دول اتعمل عليهم هذه الدراسة. ولقوا إن حاجة غريبة جدا بقى. لقوا إنه ما يقرب من 4 من أصل كل 10 لاعبين محترفين عندهم تسوس في السنان، ولو ان 1 من كل 20 لهم او عنده امراض لسة غير عادية ومزمنة وصعبة العلاج على حد تعبيره. الدراسة قالت انه هناك علاقة وثيقة جدا بين تناول المشروبات الرياضية المحفزة للرياضة وبين هذه الآلام وهذه المشكلات، لان المشروبات الرياضية لقوا ان ليها تأثير خطير جدا، الحمض الموجود فيها له تأثير على مينة الأسنان، وبالتالي هيؤدي هذا الحمض إلى مشاكل عديدة جدا. طبعا المعلومة الثانية المهمة وبرضه متعلقة بلعبة الكرة، إنه مشاكل الأسنان وألمها تؤثر على وجع الظهر، تؤدي إلى مشاكل في الظهر، مشاكل أيضا في العنق، فقرات العنقية. ولقوا إن عدم الانغلاق الجيد للأسنان يؤدي إلى مشاكل في الرأس، في العنق، في الظهر، وبالتالي مشية الإنسان هتبدأ تتأثر لو عنده مشاكل في سنانه. الله، ده موضوع كبير جدا، ده موضوع كبير جدا. ده السنان يعني الدراسة بتقول إنه أمهر لعبة كرة القدم في العالم يتأثر أدائهم بسنانهم. ده الموضوع في منتهى الأهمية. تعالوا النهاردة نعيش مع عالم الأسنان، وعندنا النهاردة قصص مهمة جدا جدا، وهسأل ضيفي العزيز هل هذا الكلام مع الناس اللي عندهم رياضة عنيفة بالكلام ده بيأثر عليهم، فما بالك الناس اللي مش رياضيين، أكيد هيتأثروا أضعاف أضعاف هذا الأمر. ضيف العزيز هو واحد من البارزين جدا في هذا المجال، وأداؤه الفني والعلمي المقنع جدا فرض نفسه بأسلوبه الخاص وبطرحه المتميز الخالي غالبا من زي ما بيقولوا الفليفرز، لكن مليء جدا بالمادة الدسمة العلمية التي تؤثر بالتأكيد في مفهوم الناس وثقافتهم حول عالم طب الأسنان. الاسم المتميز اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطة الديزاين. أفكار الناس عن الزراعة ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنة انك هتحط 12 زرعة. في انجلترا يحاكموه، يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عضل. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان؟ علميا مفيش حاجة اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعة. نسبة السكسس ريت بتتخطى 95%. الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم، زميل الكلية الملكية لتجميل الأسنان جامعة إيدنبرا، استشاري التركيبات الثابتة لتجميل الأسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. ضيف العزيز الخيمة العلمية المتميز الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، منورني. الله يخليك. عندنا حلقة أولى مهمة بالزبط. جدا الحلقة دي عنوانها الأساسي أنه معظم الناس في مصر عندهم كوارث في بقهم، مش مشكلة واحدة، دي مشكلات عديدة. وهنا تكمن جملة طبية في منتهى الأهمية، هي عندنا في المخ والأعصاب لها أهمية، اسمها إعادة تأهيل الجسم. yes. هل أنت عندكم إعادة تأهيل الفم؟ دي كلمة صعبة قوي. طبعا فول ماوث ريهابيتيشن او الفول ماوث ريهاب ده هي اصلا يعني يعتبر بره في انجلترا ما يستخدموش ابدا كلمه كوزماتيك، دي نادر لما حد يقول ان الحاله دي تجميل، هو كله عنده ريستوراتيف او اعاده تاهيل الفم، الفول ماوث ريهاب. الفول ماوث ريهاب عشان الناس تفهمها بالشكل البسيط، خلينا نشوف اول صوره عندنا عشان يفهموا ان اول ما هنشوف الكيس دي هي حاله اعاده تاهيل للفم. بيبقى المريضه او المريض بيعاني من مشاكل كتير جدا،
منها تسوسات، منها تصبغات، منها خلع الأسنان قديمة، منها عدم انتظام الأسنان، مشاكل كتير لا تعد ولا تحصى. يعني أنا مثلا ممكن في الكيس دي اشترك فيها حوالي 10 دكاترة وابتدينا نشتغل فيها. أنا بشتغل على 45 نقطة زي ما بقول، في دكاترة تانيين زي ما قلنا لو في البداية اشتغل على 23 it's fine جدا، بس كان فيها نقط كتير جدا مهمة قوي إن احنا نشرحها. طيب الصورة دي أول صورة دخلت الاستوديو بتاع التصوير، ابتدت تتصور وابتدوا أول صورة يوروهاني. وعشان أوريك يا دكتور أهمية التصوير، وحضرتك كنت لسه بتسأل على النقطة دي، قلت لهم المريضة دي بتضحك عليكم. قالوا لي يعني إيه بتضحك علينا؟ يعني قلت لهم أنت لو اعتمدت في ابتسامتها على الابتسامة دي هتخسر كتير قوي. طب خلينا نشوف الصورة اللي بعديها. أنا بقى دخلت لها وصورتها بنفسي. بص يا دكتور الابتسامة دي دي طلعت بتضحك عليهم، طلعت مش مبتسمة الابتسامة الأصلية بتاعتها. فالدكتور في الابتسامة الأولانية لو جبناهم جنب بعض وابتدى يشتغل على الصور وعلى تحليل الابتسامة هيلاقي ان الصورة الأولانية اللي لسه مش باينة فيها خالص. فالراجل هيقول ببساطة لو احنا شفنا الصورة الأولانية الابتسامة الفيك اللي انا بسميها فيك، هيقول اللي لسه مش باينة عندي فانا مش هشتغل عليها. بس لو صورتها صح وعملت لها فول سمايل، دي انا خدتها من فيديو، سكرين شوت من فيديو عشان اعرف اخدها، طلعت بتبتسم وبتبين اللثة بتاعتها. فلو انت ما اهتمتش بالظبط، يعني جام سمايل قليله، يعني مش جام سمايل بالمعنى الحرفي، بس قصدي اللثة بتبان. لو ما خدتش بالك من دي هتعاني من حاجات كتير. طيب تعالوا نتكلم على يعني ايه ان انا ادرس الحاله من السمايل. لو جبنا الصوره اللي بعديها وابتدينا نركز عليها، عشان دي اول حاجه ببص عليها في المريض. يعني دكتور تاني اول ما يبص على الحاله يقول يا نهار ابيض، ده انا هعالج كل الاسنان دي ازاي؟ انا هجهز بقى الاسنان وابتدي اشتغل واعمل اسنان بيضة وخلاص، وما يفهمش ان في حاجه اسمها الديزاين. اول حاجه دكتور ايمن بنبص عليها في الحاله حاجه اسمها الميد لاين، الخط الوسطي اللي انت هتشتغل عليه. اي حاجه في جسمنا هي مقسومه نصين، عندنا العين بنفس التوازن، الأنف، المناخير، الودان، كل حاجة. أنا عامل خطين عشان الناس تبص معايا وتركز معايا. الخط الكبير اللي من غير سهم هو الخط اللي بيفصل ما بين الأسنان يمين وشمال، وده مش في المنتصف. لو دكتور اشتغل عليه وهو في المنتصف، المريضة دايما تحس ان ابتسامتها معوجة او ان بقها معوج نتيجة ان الدكتور اشتغل على ميد لاين غلط. رحت راسم لهم بقلم تاني وانا بحلل الصورة سهم، عايز اقول لهم ده المنتصف مش ده. فلازم الدكتور يبقى فاهم ان الميد لاين هي اول حاجة لازم تبص عليها في صورة حالتك عشان تقدر تحدد هترسم ابتسامتك ازاي او السمايل هتترسم ازاي. لو رسمت الابتسامة على الخط الاولاني اللي هو الطويل هتتفاجئ ان المريضة كل يوم جاية لك مش عجبها الابتسامة ومش فاهمة مش عجبها ليه. اكتر ممثل عالمي عنده مشكلة في الميد لاين مين يا دكتور ايمن؟ وده مثل كبير، توم كروز عنده 4 ملي شيفت في الميد لاين نتيجة ان الابتسامة اللي عملها ما كانتش في المنتصف بالظبط. قلت له كده مره كل ما اشوفه في حته اقول له بالاربعة ملي. فده مثل دايما بقوله للطلبه عندي، توم كروز اكتر مثل تبص عليه على الميد لاين. هو كان سنانه بايظه قوي زمان، بايظه خالص، ولما تجمله سنانه سيئه جدا بالزبط. يعني كان من الناس اللي عمل، وبعدين برضه هو في عيب في الفك. لا انا قصدي انا بحب التفاصيل الصغيره، يعني هي ابتسامته حلوه ما شاء الله، بس كويسة. بس انا يعني بحب اركز قوي على التفاصيل الصغيره. فلو جبنا ابتسامه توم كروز هنلاقي عنده ميد لاين شيفت. ورينا كده ميد لاين شيفت. عندنا صوره الميد توم كروز؟ لا لا. طب جهزوا لنا توم كروز عشان انا عايز اتاكد من، بس تكون صوره جديده، لانه ونجيب له صوره قديمه عشان نشوف الراجل ده برضو بالزبط. تغير اهو. برافو عليك يا دكتور ايمن. لو خدت بالك الميد لاين يخرب عقله ده شفتت على الشمال ده هناك خالص بالظبط كده، تحس ان الابتسامه كلها وعلى فكره ده مش حلو التجميل بتاعه بالظبط مش حلو، يعني هو عملوا له مش حلو. انا قصدي بس طبعا كان طبعا في الاول يعني الشكل القديم بس عنده ميد لاين شفت. وكويس يعني فريق الاعداد ما شاء الله عليه، يعني ان هم يجيبوها على طول عشان صوره مش صدقني يعني ساكن قوي. فدي انا كنت مركز عليها قوي. يبقى لو احنا بقى بنسال، لو دكتور عنده الاجهزه وانت دخلت لقيت اجهزه الميد لاين يا جماعه، لو خط المنتصف بتاع السنين اللي بين السنتين، ايوه اللي هو الخط الطويل اللي بين السنتين بالظبط، الخط اللي هو بيقسم السنان يمين وشمال. فلو انت دخلت بصيت على الاجهزه
والدكتور مش موجود ساب المتخصصين يشتغلوا، هيكتشف منين ان الضحكه دي الاولانيه فيك، ان المريضه ما ضحكتش، انت مش عارف اصلا اللي لسه بتبان نتيجه ان انت مش موجود اصلا. ثانيا الميد لاين، لو سبت الدكاتره يشتغلوا على الميد لاين الفيك ده هتطلع نتيجه زي توم كروز برضه ميد لاين شيفت، ففي الاخر انت عملت ابتسامه بس فيها نقط ضعف. فانا بتاع التفاصيل الصغيره دي بحب اشتغل عليها، فدي تاني نقطه حبينا نوضحها للناس. طب لو دخل هي الست دي كانت جايه تعمل علاج لاسنانها ولا تجميل الاسنان؟ هقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن، الست دي قالت لي، يعني هي كانت مدام في قمه الرقيه يعني جميله جدا، قالت لي جمله غريبه جدا، قالت لي انا عارفه ان انا حالتي وحشه جدا، يعني انا جايه لك وانا متاكده ان انا حالتي وحشه، بس انا عندي تطلعات عاليه جدا، يعني مش هرضى باي حاجه، انا عايزه، عشان كده جايه لك انت مخصوص. يعني تخيل مريض في اسفل يعني ليفل من حاله الاسنان، بس بتقول لك من اول يوم انا مش هرضى باي حاجه، اوعى تكون فاكر ان انا هرضى باي اسنان حلوه، لا ده انا عايزه سمايل ديزاين وعشان كده جايه لك. دي صوره تانية، انا يعني احنا هناخد وقت جدا في الصور اللي قبل عشان نوري المرضى ازاي احنا بنحلل الابتسامه ونوري الدكاتره برضه يستفيدوا معانا. دي هنا بشوف الانكلينيشن بتاع الاسنان. يعني ايه الانكلينيشن دكتور ايمن؟ هل الاسنان كلها مصطفه مع بعض ولا كل سنه مديه اتجاه؟ لو خدنا بالنا هنا ان الاربع اسنان اللي احنا بنبص عليهم اللي هم الاربع اسنان اللي فوق اللي باينين في الابتسامه، كل واحده فيهم ليها اتجاه غير التاني. يعني لو ركزنا الصوره، اول سنه عامله كده، تاني سنه عامله اتجاه تاني، تالت سنه عامله كده. فدي انا بركز قوي مع المتخصص اللي بيعمل لي بريباريشن دكتور ايمن، ودي نقطه مهمه، واحيانا انا بعمله بنفسي لما بحس ان الحاله خطيره. ايه هو البريباريشن؟ تحضير الاسنان. كتير يجي لنا مرضى يقول لك ايه، انا رحت لدكتور اسنان فلما جهز اسناني صغرها شويه، او يعني ابتدى يجهز فيها صغرها قوي. يا دكتور هو انت هتصغرها كده؟ هقول له انا اصلا ما يهمنيش انا هشيل قد ايه، يعني مش دي البوينت، يهمني هشيل منين، دايركشن الاسنان او انكلينيشن الاسنان او هلمس الاسنان في انهي اجزاء عشان اخليها مصطفى. في اتس ان ارت، ده فن ازاي هتلمس السنه لمسات بسيطه تعدل بيها اتجاهات الاسنان. في دكتور هيروح ماسك السنه كلها ويفضل يصغر فيها وبرضه اتجاهها معكوس. يعني انا بيجي لي حالات اتجاه السنه بشكل معين والاقي الدكتور صغرها لحد ما بقت سنه صغيره جدا وبرضه ما عرفش يعدل اتجاهها، لان هو بيشيل اول اوفر، مش بيشيل من حته ويسيب حته، مش بيشوف الحتت اللي مستفيده فيها. فروحت برضه عشان يخلي الاكسس كله المحور كله اللي اشتغل عليه واحد، بيسموه او متسابق او متوازين، المحاور المتوازيه بالظبط كده، المتساويه، انكلينيشن الاسنان، ترتيب الاسنان مع بعض اللي هو يعني المتخصصين فيها اللي هو علم الاورثو، علم تقويم الاسنان. وعشان كده انا اروح ساعتها في الحاله دي اروح جايب على طول الدكتور بتاع التقويم، بص على الحاله دي وشوف لي الانكلينيشن وشوف احنا عايزين نعمل ايه عشان نجهز انكلينيشن الاسنان. هنا قلت لهم في ريسك، رحت راسم لهم خط كده يا دكتور ايمن واعمل لهم سهم، المنطقه دي هي اكتر منطقه هنشيل منها او اكتر منطقه هنعمل لها فيها بريباريشن، لان السنه معوجه في الشكل ده. واحيانا بدخل بتاع التقويم معايا لو في حاجه within range، يعني عشان يعدلها لي اكتر في السمايل ديزاين. يبقى دي تاني صوره استفدنا منها بين انكلينيشن الاسنان. طيب لو دخلنا على الصوره اللي بعديها، ودي حاجه مهمه جدا يا دكتور ايمن. ايوه انا كنت ببص على السنه اللي تحت، لو الناس واخده بالها السنه اللي تحت، السنه عليها سهم، بالظبط اللي عليها سهم دي، انا كنت شايف ان هي خارجه فبصورها عشان اشوف هي خارجه قد ايه وهشتغل معاها ازاي، هل بالتقويم، هل بتحضير القشور، هل بتحضير الكراون. رحت مشاور لهم قلت لهم عشان تعرفوا أهمية ال 21 صورة، لو حضرتك يا دكتور أيمن بصيت على الصورة دي هتلاقي السنتين اللي فوق باينين إن هما طبيعيين. طب لو رجعنا بالصورة اللي قبلها تاني، الصورة اللي قبل دي هنلاقيهم معوجين. فمعنى كده إن الاتجاه اللي أنت بتاخد منه الصورة ممكن يخدعك. عشان كده لو ما خدتش كل الصور هتتفاجئ إن عندك نتائج مش مظبوطة. هو لو احنا شفنا الصورة اللي بعديها برضو بالمقارنة بالصورة دي جنب بعض هنلاقي إن الصورة دي مبينة السنة كأنها ملفوتة على ايدها الشمال بالظبط كده، لكن الصورة الثانية اللي هي جاية اللي هي اللي بعدي دي واحنا واخدينها هنلاقي وكأن السنتين في وضع شبه طبيعي بالظبط كده، مفيهوش مشاكل. يعني نشوف الصورتين جنب بعض هتلاقي انه زي ما انت قلت قد يخدعنا. فعشان كده انت لازم تصور كتير وتفهم هتصور من انهي زاويه عشان المريض ما يتخدعش. اهي دي من الناحيه دي، الصوره دي باين قوي الميل بتاع الاسنان، يعني لان انا فيسنج، يعني انا لو طالب عندي صور الصوره دي واشتغل عليها ما خلاص هيطلع نتائج مش مظبوطه، مش مظبوطه، لان مش هيروح يعمل كده. زي ما انت قلت بالزبط. ازاله
اكبر من الناحيه الخارجيه اليمنى من السنه اليمنى. بالظبط كده. يبقى احنا دكتور ايمن لو عدينا بس في الحته اللي احنا اتكلمنا فيها دي، كم متخصص دخل؟ هنلاقي بتاع التقويم عدى، هنلاقي بتاع تحضير الكراونز هيشيل منين وهيعمل منين عدى، هنلاقي بتاع اللسه عدى عشان يشوف اللسه هنظبطها قد ايه، كل ده اناليسس هنشتغل عليه. احنا عندنا حاجتين بس لسه. عايز اقول هل هذه الحلقه ما فيها مشاكل خاصة بالتسوس، فيها مشاكل خاصة باللسة؟ والله يا دكتور أيمن حضرتك يعني بتسبقني أنا، دي النقطة اللي جاية حالا. قد إيه إن إحنا عشان اشتغلنا كتير مع بعض بقينا نتلاقى فكريا. لا يعني. وكمان أنا لقاءاتي معاك بستمتع بيها جدا، لأن أنا بتقمص دور الدكتور سنان وبحب الحكاية دي. أنا صحيح إن دي كلية تانية لكن أنا بقى عندي طمع. لا فعلا والله. نشوف كده. انا لسه كنت اقول النقطه دي. الحاله دي عندها تسوسات، لو جبنا الصوره اللي بعديها هنلاقي بقى صوره كده اولوفر باينه فيها تسوسات كتير وتاكل في الاسنان داخلي وخارجي، وهنا بيجي برضو دور متخصص اسمه متخصص علاج العصبي دكتور ايمن. ليه؟ في دكتور هيقول والله شكل الاسنان دي كلها كده مسوسه، اعمل لي علاج عصب لكل الاسنان دي، ده انا عندي مايكروسكوب اعملها كلها وخلص. هنا انت بتفقد الاسنان الفيتاليتي بتاعتها، في حين ان انت لو دخلتها المتخصص درسها هيقول لك مثلا ان السنه دي عليها صبغه بس، دي مش محتاجه، دي مش مسوسه، السنه دي التسوس فيها عميق، لا لازم نعمل لها علاج جذور، السنه دي التحضير اللي فيها هيخلينا لازم نعمل لها علاج جذور، وده في اضيق الحدود. يبقى دخلنا متخصص كمان اللي هو متخصص علاج الجذور ومتخصص الحشو، دول اتنين مش واحد، عشان يبداوا يقولوا هندعم الاسنان ازاي ونعالجها ازاي. ده من ضمن الدكاتره اللي اشتغلوا في الحاله دي. طب ثبتوا لي الصوره دي، ويا ريت لو نعرف نعمل عليها زوم كمان. لا زوم صعب بتهيألي، يعني خلينا الناس اكيد هي كبيره على فكره. بالظبط. الصوره دي يا دكتور ايمن بتوضح حاجه اسمها البايت، العضه بتاعه المريض. لو المريضه دي عايزه تحط اسنان فوق في الحته اللي بعد الناب اللي هي المكان بتاع الضروس الصغيره، هتلاقي ان مفيش مكان، الاسنان اللي تحت عضه على اللثه فوق، وده نتيجه ان هي بقالها كتير خلعه ضروسها. طب هنا ايوه دكتور ايمن عملوا لنا زوم، يعني تسلم ايديكم يا جماعه، برافو عليكم. تسلم اول مره إيديكو. على فكره اول مره اعرف في القناه احنا ممكن نعمل زوم على اسنان. تسلم ايديكم. لا فعلا ده انا كنت محتاج الاوبشن ده عايزينه كتير. فلو خدنا بالنا اي دكتور اسنان لسه متخرج من الكليه يقول الحاله دي مستحيل تتعمل. مستحيل. ليه؟ الاسنان اللي تحت خطه في اللثة اللي فوق، هتحط اسنانك فين لما تيجي تركب لو زرعت او ركبت او عملت اي حاجه؟ فدي دخلت فيها متخصصه تانية قالت لي لا ده احنا هنرفع عضه المريضه شويه 2 مللي ونقصر الضروس اللي تحت شويه ونقدر نشتغل على البايت دي. انا مبسوط قوي ان الناس فهمت التفاصيل دي وركزت عليها. طب تعالوا نخش على صوره بعد كده كمان عشان نقول تفصيله تانية اشتغلنا عليها، وبرده لو نعرف نعمل عليها زوم يبقى عظيم. بص يا دكتور ايمن، انا عارف ان انت خبير في الحاجات اللي احنا بنقولها دي، ركزوا لي على السنتين اللي في الوسط، اللي فوق في الوسط، السنتين اللي هو بنسميهم التو سنترلز. لو خدنا بالنا من لونهم، دي لون ودي لون تاني خالص. يعني السنتين ديجريديشن في اللون، اللي على الشمال مصفر واللي على اليمين رايح على الابيض. هي دي الاثنين اللي في الوسط لونهم مختلف. مش بس هو مفيش سنتين لون ببعض، بس انا اقصد يعني الاثنين في الوسط دول لازم يبقوا تابيكال في التجميل شبه بعض، فما بالك ان هم اختلاف في اللون بينهم بالشكل ده. عايز اقول لك يا دكتور ايمن ان لو الدكتور استخدم سيراميكس شفافه فظيعه يعني هيكتشف ان السنتين دول هيطلعوا في الاخر لونهم مختلف، لان واحده غامقه وواحده فاتحه. عملنا كفرد بالظبط، انت حطيت عليهم ازاز شفاف قوي ما زودتش الستينز شويه عليه، فابتدى اللون يشف، فابتدى دي تبان اغمق من دي في الاضاءات، وهوري ازاي انا بدرس الاضاءات في الصور بعد ما نخلص الحاله خالص. فدي برضو كانت نقطه مهمه لما بنعمل زومينج عشان اشوف الصور. طب ما حدش خد باله ان اللثه في الحاله دي كويسه، يعني المريضه دي لون اللثه بتاعتها لون طبيعي كويس، انا مش محتاجه اقشر، ما فيهوش تصبغات سودة، فصحيح انا هشتغل عليه بالليزر عشان اظبط الالاينمنت بتاعه، لكن يعني اللثه ما فيهاش انفكشن، ما فيهاش صبغات. فدي انا بعمل الصوره دي اللي هي بيسموها الكونتراستد فوتو عشان اشوف الالوان والاضاءات ولون اللثه عامل ازاي، هل صحي ولا لا، لون الاسنان عامل ازاي، السنه اللي بيسموها ريسك هتشف وهتبان غامقه في وسط بقيه اسنانك، فانت شفافيه السيراميك اللي هتستخدمها هتفرق جدا في الحاله دي.
انت ممكن تتسرع وتجيب سيراميك شفاف وتبقى فرحان بيه بالظبط جدا، وتقول يا سلام ده رائع جدا وركب يا باشا بالظبط. وبعدين تفاجئ انه العيان نفسه يقول لك انا حاسس ان لون السيراميك اللي انت ركبته مش متساوي، هو بيتكلم على اللون اللي انت ركبته بالظبط، هو مش فاهم خالص ان اسنانه هي اللي فيها المشكله. هيجي يقول لك يا دكتور يعني انت عامل لي وانت بتقول على نفسك دكتور تجميل سنه لون وسنه لون تاني، والدكتور يبص على الماده اللي عنده يلاقيها هي انما لما اوريها لك بس عشان مفيش نفس سوق. البلوك بالظبط كده نفس البلوك هيقولوا نفس البلوك هيقولوا ايه اللي احنا بنتكلم فيها. طب لو جبنا فيديو للمريضه دي وهي بتتكلم قبل عشان نشوف قد ايه الابتسامه يعني شكلها مرعب اثناء الحركه. يعني انا عايز اقول ان سن المدام دي سن صغير، يعني انا متخيل يعني مش متاكد من سن قوي بس حاجه و30 سنه. فلو بصينا على الفيديو وشفناها وهي بتتكلم هنديها سن اكبر من كده بكتير، ولما هتعمل سنانها بعد هتدوها 20 سنه 25 سنه بالكتير. فده معناه ان قد ايه الاسنان بتؤثر في شكل يعني حياة المريض. يعني أنا مريضة كان عندي حاجة و30 سنة الناس كلها بصالي على أني عندي 50 سنة، والعكس تماما لو عملت أسناني وشكلها كويس أحس قد إيه أن أنا رجعت شباب، قد إيه أن أنا قادرة أتواصل مع الناس، قد إيه أن أنا واثقة في نفسي، قد إيه أن أنا لما بصحى الصبح ودي ليها قيمة تسوى ملايين الدنيا. أن لما أصحى الصبح أبص في المراية واحس ان انا شكل اسناني مرتب وكويس دي تسوى كتير. يعني انا ككريم عشان عارف قيمتها ادفع فيها ملايين الدنيا، المهم ان انا اثق في نفسي حتى لو ما فيش حد شايفني. ان انا ابص في المرايه واحس قد ايه ان شكل اسناني وشكل وشي عاجبني وشكل جسمي عاجبني، ودي مهمه قوي. وانت بتحكي ده كله انا بفكر في حاجه واحده بس مسيطره على دماغي من اول القصه من اول الصوره لغايه دلوقتي، قد ايه الست دي كانت بتعاني يوميا وشالت هموم طوال السنين اللي فاتوا. احنا بنختصر همومها كلها في ساعه، الساعه دي لن تكون كافيه باي حال من الاحوال عشان تترجم الدراما اللي كانت بتمر بها هذه السيده وهي رايحه اي مناسبه بتضحك قدام اي صوره قدام اي فوتو قدام اي سيلفي قدام بناتها او قدام جوزها او قدام اللي هي تخصهم من عائله، هي شايله هموم كتيره جدا. تعال نشوف حاجه دكتور. يعني هقول لك ان هم بيعانوا، ان انا بعاني معاهم في ايه، ان اول ما تخلص سنانها ما اعرفش اشوفها تاني. يعني انا عايزها عشان اطمن عليها اعمل لها فولو اب، بمجرد ما بيخلصوا اسنانهم عندهم 100 مشوار بقى وعايزه تروح كل الاماكن اللي ما كانتش بتروحها وتزور كل الناس اللي كانت بتحبهم قبل كده. كل ما يكلموها عشان نيجي نعمل عليها فولو اب ونطمن عليها انا مش فاضيه يا جماعه، انا خارجه انا مسافره انا انا انا. ودي حاجه على قد ما يعني بتقلقنا ان انا ببقى عايز اطمن على قد ما بتسعدني. تعال نشوف مع بعض اللقطه المهمه دي في عالم طب الاسنان، وبعديها هسال دكتور كريم عن فايده التصوير الفيديو تاني عشان نكرر لكم وفهمكم ايه الفايده من ان انا اتصور وانا بحرك بقي. دي مهمه قوي، مش ثابت، هو ثابت دي ممكن واحد يخدعني لكن في الحركه خصوصا لما تكون حركه تلقائيه مفيش خداع. تعالوا نشوف مع بعض. هنا على فكره برضو انت يعني في ظلم شويه لان هم بيضحكوا لك لان هم عارفين ان هم بيتخلصوا من كابوس، يعني هم بيضحكوا في النهايه عشان يتخلصوا من كابوس. لا ده في حاجه كمان يا دكتور ايمن، عشان كده انت بتفسر هي ليه ما ضحكتش. لو جبنا اول صوره كانت ما بتضحكش خالص او بتضحك لهم ضحكه اي كلام، انا بقول لهم ان انا مش هبدا تجميل غير لما تضحكي. ما انا بشتغل على ابتسامتي. فبيضطروا يضحكوا غصب عنهم. ما هي عارفه يعني ان هي اللي هتوصلها للنجاح. لما تروح تتصور فيديو وترجع لي والاقيها زي ما حضرتك بتقول مكسوفه اقول لها لا مش هبدا، يعني هي كده ايه مكسوفه خالص ما بتضحكش. لو شفنا الفيديو اتفقنا معاها هنضحك هنتبسط هنبدا شغلنا، مش هتضحكي النهارده يبقى مش هنبدا، عشان كده المريض بيبقى مصر على ده. في الضحك كمان بتاعها في الفيديو بروتروجن، يعني السنان كلها بارزه لبره الايمنت خارج لبره، وده خدنا بالنا منه جدا. كان اخر نقطه بنبه عليها في الحالات في الصور قبل، ان المريضه دي كان عندها
زي ما بيسموها سيستو أبسيسز، اللي هي البقع الصديدية اللي تحت الأسنان، نتيجة إن هي ما كانتش معالجة، ففي أسنان كتير ريمينينج روتس اللي هي الجذور بس هي اللي فاضلة وبتعمل صديد تحت الأسنان. فهنا برضو احتاجنا تدخل متخصص عاشر غالبا، اللي هو هيشيل الجذور اللي بنسميها السورس اوف انفكشن أو مصادر التلوث عندنا، لأن المريضة دي ما ينفعش تركب وترجع تعاني من حاجة بعد كده. فهنا برضو أهمية وجود جراح فنان عشان يشيل الحاجات دي من غير ما يأذي شكل اللسة، من غير ما يأذي المريض، يحافظ على العظم ويحافظ على اللسة في أحسن حالتها. وفعلا ده تم مع المتخصص عندنا، نشل لها ونضف لها أي صديد أي تسوسات أي ريمينينج روتس أو جذور فضلة بقها عشان نشتغل على الوضع وإحنا مستقرين وستابيلايزنج فيز زي ما بيقولوا. طب ده حلو قوي، يعني ده كده دخلنا ده كده الصور على الدراسه الكامله، درسنا كل حاجه، درسنا كده الاسنان، درسنا اتجاهاتها، درسنا لونها، درسنا اللثه، درسنا المشاكل الجراحيه المصاحبه ليها. ايه اللي فاضل كده؟ خلاص الصعوبه عدت، الاناليسيس بتاعت الحاله متخصصين كلهم دخلوا درسوا. يا جماعه يعني اوعوا تتخيلوا ان الكلام ده بيسم في سنين، بيتم عندنا في المركز في يوم. احنا عندنا 18 دكتور، بيتم اجتماعات في اخر اليوم ندرس الحالات ونشتغل عليها ونخلصها. اللي جاي كله اسهل ما يمكن، اصغر طالب في القصر العيني يقدر يعمله بسهوله جدا، اللي هو رسم بقى الوضع الجديد. انت فهمت المخاطر، فهمت الاسنان بتتحرك ازاي. طب تعالوا نتفرج على اول صوره بعد ما خلصت اسنانها ونبدا نتدرج، ابتسامه صغيره، ابتسامه اكتر، ابتسامه اكتر. دي اول ابتسامه بعد ما خلصت وهي كانت لسه نايمه على كرسي الاسنان. دي اسنانها؟ دي اسنانها. بتكلم جد؟ والله انا قلت انت جبت صور، قلت عشان اقول لها يعني احنا ممكن نوصل لك لكده. لا، فريق الاعداد عنده الصور كامله، بس هو احنا هنا بنقص عشانهم. فدي كانت لسه نايمه على ال- 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 الكرسي بتاع الاسنان. ولو خدنا بالنا دكتور ايمن، انا كنت مصور الصوره دي قافل نور الاوضه كله ومنور نور اصفر على الاسنان بشكل قوي. ليه؟ عشان اشوف فرق اللون ما بين السنتين اللي في الوسط لسه موجود ولا لا. هل هتبان سنه غامقه ولا لا؟ والحمد لله ان الاسنان كلها بتبان شكلها طبيعي. طب لو دخلنا على الصوره اللي بعديها، ودي مهمه قوي قوي قوي، ان انا كمان كنت عايز اشوف اعوجاجات الاسنان اللي كانت موجوده لسه موجوده ولا بعد ما حطينا التجميل بتاعنا لا كله ماشي مع بعض. احنا بنعمل زومينج يا جماعه، انت يعني فجأة نقلتنا. لا بص 10 اكس مثلا. انت نقلتنا، بص عارف انت لما تكون ساكن في حته شعبيه، مش شعبيه، حته عشوائيه وجنبها حته كومباوند بقى وسيفن ستارز والكلام ده كله، فانت تطلع من الحاره دي للكومباوند ده. ويا دكتور ايمن ده تم في يومين، يعني مريض عايش سنينها. انت نقلتنا فجأة يا راجل، ما كانش في حاجة في النص، حتى صورة اشعة مقطعية تقطع. لا انا تعمدت ان احنا نجيب صورها قبل وبعد على طول بدون البروسيجرز عشان الناس تعرف شتان الفرق. انت لو طب هاتوا الصورة اللي بعديها عشان نشوف حاجة تانية. ان احنا لو انا ببص على الصورة دي اكيد دي نجمة، اكيد نجمة دي فنانة، اكيد دي صدق. والله انا تصورت ان دي صورة موديل عندك ريفرنس، يعني تقول لها ايه احنا عايزين نوصل لحاجة شيء. ريف. لا دكتور ايمن، هي دي نفس، هي بقت هي الريفرنس، هي دي نفس. وعايز اقول لك بقى قد ايه ضحكاتها طالعة حلوة في الشكل الجديد. طيب هتقولي الصورة اللي بعديها عشان نشوف حاجة حلوة قوي. لا اللي بعديها كمان. الصورة دي انا صورتها بالمقلوب، يعني جيت ورا دماغ المريضه وصورت عشان انا اول مره اشوف الصوره دي في حياتي. يعني عشان إيه اشوف ايه الصوره، عشان تشوف السمايل كيرف يا دكتور ايمن، فاكر اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت. رسمه الاسنان اللي فوق، هل في بينها مسافه وما بين الشفايف اللي تحت عشان تعرف تنطق حروف الاف وتعرف تنطق حروف الفي؟ لو ما فيش المسافه دي والاسنان اطول من اللازم هتعاني منها. فانا بشوف السمايل كيرف واروح عادل الصوره واصورها الصوره اللي بعديها بالمعدول عشان ابص برضو على السمايل كيرف بالشكل ده. لو جبنا الصوره اللي بعديها عشان نشوف حاجه دكتور ايمن، دي الادفانسد بقى. ثبتوا لي الصوره دي شويه وهنبدا نتحرك صوره صوره. دي ايه يا دكتور ايمن؟ المريضه، احنا بقى لو واحد متخصص شويه بروفيشنال بيفهم ان كل مريضه ليها رغبه. دي بيسموها الفيميل بوز. انا عايزه السكسي سمايل بالمعنى الحرفي، انا عايزه ابان انثى بشكل اسناني. هاتوا الصورة اللي بعديها لما تفتح بقها شوية، ودي معظم ممثلات مصر بيطلبوها مني. معظم ممثلات مصر بيطلبوا ان انا عايزة رسمة ابتسامة عشان انا اصلا ممثلة.
فمهم قوي لما احب اعمل تعميرات بوشي وتعبيرات في الاعمال اللي بعملها يبقى عندي سمايل لو وشي كله ما جاش واسناني وشفايفي جت ابان ان انا ممثله اغراء مثلا او ابان ان انا يعني انتوا فاهمين قصدي ايه يعني دي مش باين حاجه من وش المريضه بس انت لما تشوفها تقول الله الست دي شكلها حلو قوي. لو جبنا الصوره اللي بعديها كان زمان البوز دي بيعملوا بيها اللي فاتت دي معلش نرجع ليها كانوا بيعملوا بيها اعلانات يعني اعلانات زمان مثلا كان اعلانات المكياج والاحمر الشفايف كانت بتعمل بوز برجيت برادو لو فاكر كانت بتعمل الاعلان بكده وكتير قوي كانوا عايزين يركزوا على مثلا واحد بيعمل اعلان لنوع روج معين فيصور الصوره دي عشان يبين لك ان قد الروج بيخلي الست حلوه مع ان انت ما شفتش شكل الست ما شفتش وشها ما شفتش عينيها ما شفتش شعرها. لو جبنا صور قبل وبعد في ناس على الفيسبوك بتعمل بروفايل بص لها حتى الصوره دي طبعا يطلع في الاخر راجل يعني راجل مش تمام يعني راجل مش مظبوط. لو جبنا صور قبل وبعد واي حد بص على الصوره قبل وبعد وتخيل هل المريضه دي مستحيل تنفع تبقى المريضه دي عشان كده دكتور ايمن انا اجمل حاجه في البرنامج ده انا ما بتفرجش على صور قبليه انا دايما بعيش اللايف يعني انا ما بقعدش مع اي ضيف من ضيوفي قبل واعرف ايه اللي بيحصل في الحلقه انا بعيش الحلقه لايف معاك انا لم اتخيل ابدا انها تطلع كده مستحيل صحيح. يعني صحيح. لا برافو وعشان كده دكتور ايمن بنصيحه من ناس كتير ومن دكاتره اصدقائي بره ابتدينا نحط الامضه بتاعتنا على الصور بعد طبعا عشان الناس تفهم ان ده تصميمنا دي الفكره اللي جت في دماغنا ده التنفيذ اللي نفذناه لو قعدنا نبص على الصور قبل وبعد من جميع الاتجاهات يعني دي الصوره دي من الجنب هنا مع الجنب هنا الصوره دي مع اتجاه الاسنان هنا مع الاسنان هنا بصراحه فريق الاعداد كمان رائع فريق الاعداد بازل معايا يعني مجهود غير طبيعي فعلا يعني بقعد ساعات يعني من الصبح نشتغل وإيمان كلهم فعلا وبحر انا حسيت ان هم يوم الحلقه بتاعتي بيبقوا يعني حاسين ان لا هي حلقات صعبه هي بص الاسنان حلقاتها وانا بقول لهم كده لو ما قدرناش نجهز للاسنان الصور الناس الصور بالشكل ده كل مجهودنا ده هيروح احنا عايزين نوصل معلومه معينه او فكره معينه قد ايه هم شاطرين وقد ايه هم تعبوا معانا وقد ايه هم فنانين ان هم يقدروا يظهروا ده للناس عشان في الاخر الفكره توصل ان السمايل ديزاين او رسمه الابتسامه حاجه مهمه لاي لا برافو برافو تاني برافو حسين وبرافو ديانا وبرافو ميرنا وبرافو ايمان وبرافو بحر لان هم كلهم عملوا شغل حلو قوي في الحلقه دي وفيها تشويق صوري وتتابعي اعدادي رائع جدا لان احنا عشنا بس شيء رائع برافو عليك يعني حاجه رائعه جدا 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 ندخل على حاله تانية مهمه قوي 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 النهارده لو بصينا لها وهي عن تجميل الاسنان بالظبط بس عنوانها غريب قوي الاسنان القصيره يعني ايه اسنان قصيره والله يا دكتور ايمن انا لاحظت وانا بدي محاضراتي وبتفرج على حالات ان في دكاتره عملوا حالات كتير والاسنان طلعت طويله اطول من اللازم فاحنا قلنا ان لو الاسنان طولت عن الطبيعي 2 مللي المريض يتفتف وهو بيتكلم يعني تجميل الاسنان مش لعبه فانت لو 2 مللي زياده في طول السنه يخلي المريض يتفتف وهو بيتكلم كل الحروف تطلع غلط مفيش سمايل كيرف اللسان بيتحرك مش عارف يلمس الحروف كل الحروف طالعه فيها هواء فابتديت الاقي دكاتره بيستسهلوا قال خلاص بدل ما انتوا زعلانين ان احنا بنعمل الاسنان طويله وانا برضو مش هدرس السمايل ديزاين اللي انتوا بتقولوه ولا هعمل الكلام ده انا هعمل كل الاسنان قصيره خالص مش مشكله لو اقصر من اللازم شويه مفيش مشكله ابتدى هنا اقول له ان انا جبت حاله مخصوص عشان أأكد له ان الاسنان لو صغيره او اقصر من اللازم دي مشكله برضو كبيره يعني ولا اسنان طويله حلوه ولا اسنان قصيره حلوه وتعمدت ان انا اجيب حاله هنطول فيها الاسنان عشان يشوف شتان الفارق ما بين الاثنين. طيب لو احنا بصينا على اول صوره للمريضه الحاله اللي احنا جايبينها عشان نوضح قد ايه ان الاسنان القصيره برضو وحشه. اول مشكله في الاسنان الشورت تيز زي ما بيقولوا يا دكتور ايمن ان دايما المريضه دي وهي بتبتسم تبان السنان مش باينه. يعني دايما نلاقي اسنانها مش باينه البوز او الوسط بتاعها ما يديش انطباع ان شكل الاسنان حلو. لو جبنا الصوره اللي بعديها رابت لايك بالظبط كده رابت بالظبط شبه الاسنان الارنب بالظبط كده هنلاقي ان في فراغات ما بين الاسنان اللي موجوده دي فاحنا لو اشتغلنا وركزنا هنلاقي ان المريضه دي مش بتعاني بس من ان الاسنان طولها اقصر من اللازم
لا كمان فراغات ما بين الاسنان بيسموه فلق السعد. بالظبط. بس هنا كان حاجه اسمها جنراليزد سبيسنج، الفراغات ما بين الاسنان اللي فوق كلها مش في الوسط بس. يعني انا لو مريضه جت قالت لي والله يا دكتور انا المسافه اللي في الوسط دي عجباني اند اتس فاين، خلاص ما عنديش مشكله فيها. لكن لو كل الاسنان فيها فراغ، لو جبنا الصوره اللي بعديها الناس هتفهم انا زعلان ليه، او هي المريضه زعلانه ليه. فراغ هنا فراغ. بالظبط. تقول لي ابتسامتي شكلها وحش قوي. انا لما اجي ابتسم من الجنب كده وحد ياخد لي صوره، ودي كانت تيتشر مدرسه، فكان مهم قوي عندها شكل الاسنان بتاعتها. يعني هي بتقول لي يعني كلام ما بيني وما بينها ان الاطفال ممكن يترعبوا مني لما ابتسم ابتسامه زي دي، بالذات الابتسامه الجانبيه. فانا عايزه شكل ابتسامه مريحه ليا ومريحه لي المرضى اللي قدامي. فكان عندنا هنا دكتور ايمن مشكلتين، ودي نقطه بقى مهمه وخطيره للناس لازم تفهمها. اول نقطه، لو انت ثبتت الصوره دي وركزت عليها هتلاقي الاسنان اللي فوق خارجه لبره، يعني هي بروترودد طالعه لبره، فدي مشكله. تاني مشكله الفراغات الكبيره. فاحنا لو اشتغلنا ان احنا نقفل الفراغات دي بدون خبره، يعني تعالى نكبر الاسنان ونعرضها عشان نقفل الفراغات، تبقى مصيبه، هتبقى مصيبه اكبر. لان المريضه بس مش هتبقى اسنانها خارجه لبره، لا ده اسنانها خارجه لبره بالظبط وكبيره عريضه. عريضه جاينت. طيب واحد هيجي يقول لي طب انت يعني هتحلها ازاي؟ يعني ما هو في الاخر انت عندك نفس المسافه وعايز تقفلها بالاسنان، ايه حلها يعني؟ احنا بيبقى عندنا حلين. اول حاجه ندخل دكتور التقويم، لان دكتور التقويم يقدر يلعب في المسافات يقللها لنا شويه، ودي نقطه مهمه. التقويم بياخد سنين، فساعات المريض ما بيسمحليش بالرفاهيه دي، يعني يقول لي انا عايز ممكن اسمح لك تشتغلي تقويم بس مش فتره طويله، 6 شهور مثلا، او عايز اعمل حاجه صغيره. فهنا انا بشتغل على المسافات اقللها وابتدي اوجد المسافات في اماكن مش ظاهره. يعني دكتور ايمن ابتدي ارحل المسافه عشان تبقى ورا خالص فشكلها مش باين، لكن المنطقه المهمه او الريسك زون بتاعتي لازم اشتغل عليها واقفل الفراغات فيها على طلب المريضه. يبقى الاسنان مش هتبقى عريضه، اطول من اللازم، وفي نفس الوقت هقدر اقفل المسافات. لو جبنا فيديو للمريضه دي قبل وهي لسه داخله عليا، ابتدينا نصور لها الفيديوهات بتاعتنا والصور بتاعتنا ونشوف طريقه كلامها وهي بتتكلم، وازاي انا لو عندي تيتشر مدرسه بتشرح لي وشكل اسنانها كده، هل الطفل بتاعي هيبقى متقبل ده او الطالب بتاعي يبقى متقبل ده ولا لا؟ تعالوا نبص وسيب الناس تتخيل شكل المدرسه بتاعت ابنك او بنتك لو اسنانها عامله كده، هيبقى تقبل ابنك او بنتك للكلام عامل ازاي. على فكره الطفل من الناس اللي بتراكشن في ترين، وده معناها انه الاسنان خلقت ربنا سبحانه وتعالى خلقها في احسن تكوين شأن جسمه كله. بالظبط. فاحنا اللي بنسيء لهذه الاسنان. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو الجاي المهم قوي ده. وانا بكلم البنوته دي وانا بقى كده قلت لها ده انت قمر. يعني لو انا هاخد لك صوره بعد وهفكرك وهوريكي صور اسنانك قد ايه انت طالعه حلوه عشان تبقي عارفه ان انت حلوه قوي. بس المشكله ان الاسنان محتاجه شويه تاتشز بسيطه.
تاني مشكلة وانا عايز بقى ان احنا هنجيب الصور قبل تاني هشرح مشكلة صغيرة وبعد كده نحضر صور بعد وفيديو بعد عقبال ما نخلص الشرح الحتة الأخيرة قبل بقى واحنا لسه في القبل برضه. في القبل كان اخر حاجة احنا قلنا ان الاسنان خارجة لبره فاحنا قلنا ان تحضير الاسنان it's an art يعني ان انا المس الاسنان من مناطق معينه لان المريضه دي جت قالت لي حاجه مهمه قوي قالت لي يا دكتور انا عارفه ان انا محتاجه تحضير شويه في الاسنان عشان ادخل اسناني لجوه انا جايه لك عشان عارفه ان انت يعني هتلمس في مناطق معينه مش هتقعد تصغر لي اسناني وخلاص واجي الاقي نفس المشكله فابتدينا فعلا ندرس عملت حاجه اسمها الواكسب يعني بعمل واكس كده على الاسنان عشان اشوف هلمس في انهي مناطق بالظبط هشيل من انهي حتت اتس ان ارت فن ان انت تلمس لمسات بسيطه وفي الاخر تقدر تدي دايركشن تاني او اتجاه تاني للسنه لو جبنا صوره الحاله بعد على فكره برضو اقول لك على حاجه انت اثبتت ان تصوير الفيديو قبل ده بيورينا حاجات ما بتورينيش الصور ابدا طبعا الفيديو انت بتتعامل مع حاجه دايناميك مش استاتيك مش بتتعامل مع حاجه ثابته دي حاجه بتتحرك فانت لازم تبقى حاطط ان موشن لو جبنا فيديو بعد او صور بعد هنلاحظ بقى تعديل الابتسامه تعديل الرسمه بتاعه الاسنان وقد ايه ان ممكن رسمه الاسنان تتغير بلمسات بسيطه المريضه دي ما عملتش خزعبلات في اسنانها يا جماعه لمسات بسيطه جدا وعملت تعديل بسيط لو جبنا صور قبل وبعد وبصينا عليها هنلاقي قد ايه ان هي عملت فينيرز وكراونز بشكل بسيط خالص وقد ايش التاني الفارق هنا انا اتبسط جدا لما تبقى التيتشر بتاعت ابني شكل اسنانها كده رسمتها حلوه مريحه للطفل بنوته صغيره بالظبط كده لو جبنا الصوره من الجنب صورتها بعد من الجنب الله ابتسامتها حلوه مريحه اند اتس فاين ومش فيك يعني هي قالت لي انا عايزاها طبيعيه خالص لان انا مش عايز الفت النظر انا بس عايزه شكل ابتسامتي تبقى حلوه هي لسه برضه واخده على انها تلم بقها شويه بالظبط كده يعني احنا هي اصلا ما كانتش الغرض ان هي تعمل حاجه ملفته قد ما الغرض ان انا عايزه ابان ناتشرال طبيعيه بنوته جميله وهي كانت زي القمر فعلا ف شكل ابتسامتها بقى حلو ومريح للعين جدا لو جبنا فيديو لقبل وبعد مع بعض وشفنا البنوته دي وهي بتتكلم قبل وهي بتتكلم بعد قد ايه شتان الفارق وقد ايه بقى ابتسامتها ابتدت تضحك وتهزر وتعمل هيبان لنا قد ايه ان ممكن رسمه الاسنان تعمل اختلاف في حياه اي بني ادم تعال نشوف الفيديو بعد بقى الفيديو بعد ده متشوق انا اشوف بالظبط او قبل وبعد هيبقى عظيم فيديو لا عظيم. وكمان نشوف بعد الاول بعدين نشوف المقارنه كالعاده بين الاثنين تعال نشوف بعد اللون والميدل لاين ده مهم قوي انا كنت متوقع ان انا ابص اشوف الميدل لاين فين بالظبط لقيته في النص بالظبط لانه مش موجود كان لان هي دي النقطه هي اصلا كان في دايستما فراغ ما بين السنتين فانت ازاي هتظبط الميد لاين وانا حتى بقول للدكاتره ما تقصوش على نفسك الميد لاين ويدن رينج يعني لو في ميلي 2 بس هيظبط لك احجام الاسنان اتس اوكي احنا قلنا توم كروز عنده 4 ميلي شفت في الميد لاين بس احنا بنحاول نركز في التفاصيل دي لو شفنا شكل بعد وقبل في الفيديو لان دي كانت مهمه قوي بالنسبه لي لانها تيتشر وانا قلت ان هي مدرسه فانا كان اهتمامي وهي بتتكلم ازاي يبان الفارق نشوف الفيديو ده عشان تتاكد كده ان ممكن لمسات صغيره في اسنانك ويوم واحد يفرق في حياتك لحد ما تموت حياة فيديوهات دكتور كريم علمتنا شويه حاجات او بمعنى صح طلعت من دماغي شويه حاجات انا كنت بشوفها بس ما بترجمهاش يعني مثلا حركه الشفايف اللي بتحاول تغطي السنان اللا اراديه اللي في قبل دي موجوده لو قبل لو خدتوا بالكم على طول هي بتحاول تحرك بقها تحركات لا اراديه كتير عشان تغطي اللسان بيطلع كل شويه عشان يحاول يغطي كده الحركه بتاعت انه اللي هي
بقى 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 دي حركه تنم على التوتر وتنم على الخجل من شيء معين. انا 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 عايزه اسكت بالظبط بسرعه. الكلام ده مهم قوي، ده الفيديوهات قبل وبعد دي وضحتهم لنا قوي. ايه اللي انت قلت لي ان انت كنت مهتم قوي بالحاله دي؟ ال- 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 الحالات دي يا دكتور ايمن بالذات البنات الصغيرين اللي هم لسه يعني في بدايه حياتهم، انا ببقى متعاطف معاها بشده، لان البنت انا ببقى حاسس ان هي يعني بتسلمنا نفسها وهي عاطفيه جدا ومعتمده علينا بشكل كبير. فبالنسبه لي يوم النتيجه وهي مبسوطه وبتضحك تغنيني عن اي حاجه واغلى من اي حاجه عندي. لو شفنا الحاله اللي بعديها، الحاله اللي بعديها ناخدها بعد فاصل بقى. انا بص انا عايز اقول لك ان انت عملت حاجتين حلوين قوي الفتره الاخيره دي، أضفت كتير جدا للعمل الفني في طب الأسنان، وأضفت كتير جدا للفهم الثقافي الطبي لعرض الأسنان. فأنت أضفت، ودي حاجة أنا بشهد لك فيها مش مجاملة، دي حقيقة، وحقيقة أنت بتنفرد بيها لغاية دلوقتي. أتمنى أن كل الناس تحزو هذا الحزو اللي هو حالات أعرض تحليل، أفهم أفهم أتعايش أعايش أنقل خبرات للمرضى ولشباب الاطباء. مهم قوي يا دكتور جدا ان احنا نجد منافسه ونجد ان معظم الدكاتره بتوعنا بيشتغلوا سمايل ديزاين وبيصمموا وبيشتغلوا وبيتعبوا. دي حاجه تسعدني او ابقى في غايه السعاده لما احس ان المنافسه مين هيعمل تصميم احلى ومين هيشتغل ومين هياخد صور احلى، ما تبقاش المنافسه في التلاسن والاشياء اللي بعيده عن الطب خالص. يظل الحوار مع الدكتور كريم ابراهيم دائما ممتع اينما وجد وأينما طرح. خليكم دايما مع الدكتور.